بكم ضيق وصخب في كل مكان في البيت في الشارع في المقهى وحتى في المدرسة والمستشفى والجامعة في الحوارات التلفزيونية والتجمعات الاحتجاجية لماذا تسود ثقافة الصوت العالي في مجتمعنا؟ هل نحن مجتمع يرفض الآخر أم أن الصوت العالي سمة اجتماعية مصرية أصيلة في شخصيتنا؟ هل هي ظاهرة نفسية؟ أم أنها حالة عارضة أفرزها سلوك الزحام الذي تعاني منه مصر؟ كيف تحول الحوار إلى صراع وما مخاطر هذا الصراع على السلم الاجتماعي من جهة أخرى هل تحولت مصر لبيئة حاضنة لظاهرة الفهلوة كيف وصلنا إلى هذه الحالة من انتشار الفهلوة في كل مكان وفي كل مجال من هو الفهلوي وما هي صفاته وما هي البيئة الأصلح لظهوره هل هناك علاقة ما تربط ما بين الذكاء والفهلوة هل الفهلوة في مصر ظاهرة عارضة ام انها للاسف اسلوب حياه ما دورها في هروب الكفاءات الحقيقيه عن الفهلاوه واضرارها على الفرد والمجتمع هذا هو موضوع الفقره الثانيه من برنامجنا مع الناس اما في فقرتنا الاولى فنتحدث عن اسباب ثقافه الصوت العالي وكيفيه التخلص منها هكذا يبدو الشارع المصري ارتفاع الصوت عامل مشترك بين تلك الجموع وسبب وحيد لضياع المعنى في زحام الألفاظ رفع الصوت حتى في الحوارات الودية بين الأصدقاء والمناقشات المنزلية بين الأزواج أصبح سمة تميز المصريين بصرف النظر عن مستوى التعليم والثقافة وموضوع النقاش صاحب الحق يرفع صوته لأنه لا يجد سبب لحججه عند مجادله والذي ليس معه الحق يرفع صوته منطلقا من مبدا ارساه المصريون وينفذه اغلبهم خذوهم بالصوت لا يغلبوكم غياب شبه تام للغه الحوار اتهامات مسبقه بالخطا وتسفيه لاراء المخالف وشخصه واصرار غريب حتى على راي تبين عدم صحته والنتيجه انه بدلا من ان تنتهي حواراتنا المزعومه بتبادل التحيه تنتهي غالبا بتبادل اللكمات والكراسي واكواب المياه الممتلئه والفارغه وربما اشياء اخرى وتبلغ الماساه مداها حين يكفر احد المتحاورين مخالفه او يخونه الامر الذي قد يودي بحياه انسان لمجرد اختلاف في الراي او الفكر لماذا اصبح الصوت العالي يصبغ كل شيء في مصر يرى اساتذه علم النفس ان السبب هو الكبت والتضييق الذي عانته جموع الشعب المصري لعقود بينما يرى علماء الاجتماع انها ثقافه تجمع شعوب حوض البحر المتوسط ومن بينها مصر ويصر اخرون على ان رفع الصوت في الحوار يلجا اليه من لا يملك حجه قويه وفي كل الاحوال يؤكد الجميع ان الشعب المصري بحاجه ماسه الى لحظه صمت جماعي تعيد اليه سلامه النفسي وطبيعته الهادئه وبعيدا عن اسبابها وطرائق علاجها تطرح هذه القضيه سؤالا جدليا ترى لو ان امير الشعراء شوقي بيك كان يعيش بيننا اليوم هل كان يمكنه ان يبدع مقولته الخالده اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه أهلا بكم مجددا من وحي تقرير لحظة صمت نقف فيها لدقائق معدودة ننظر في المرآة نجد إلى أين وصلنا بعد كل هذه المعطيات السلبية في حياتنا بسبب الصوت العالي وعدم قبول الآخر في أي حوار أو أي موضوع للنقاش. ورحب ضيفي الكريمين للحديث في هذا الموضوع فضيلة الشيخ صلاح نصار الإمام السابق للجامع الأزهر الشريف عضو المجلس الأعلى إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق شكرا جزيلا لحضورك فضيلة الشيخ أهلا وسهلا وسعداء بوجودك معنا بارك الله فيك ورحب أيضا ضيفنا الكريم مهندس طارق الأفندي خبير التنمية البشرية والمحاضر بالجامعة الأمريكية اهلا بك يا وسعداء بوجود حضرتك وشكرا لتلبيه الدعوه. شكرا جزيلا. ابدا فضيله الشيخ يعني أه الاول تقييمك لفكره الصوت العالي هل احنا بلغنا في التقرير ولا ده واقع حالنا فعلا كمصريين مساله الصوت العالي التقرير اللي حضرتك تابعته معانا من شويه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والمهتدين بأنوار سنته إلى يوم الدين وبعد هذا التقرير من واقع ما نحن فيه نعم وفعلا مساله الصوت العالي له اسباب كثيره منها ضيق الناس بعضهم وبعض ربما بسبب الامور التي عانى منها الكثير وما زالوا يعانون سواء الامور السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية كثير من الأمور التي عانى منها الكثير من الناس جعلت جعلت لا يحتمل الإنسان المناقشة من أخيه الإنسان بل لا يحتمل أن ينقد أو يقال عنه في موضوع ما أو في شيء ما أنه مخطئ أو من هذا القبيل رغم أن المسلم أو المؤمن مرآة أخيه ورغم أن النصيحة واجبة على كل مسلم لأخيه نعم. وإذا كان النصح واجبا وإذا كان المسلم مرآة لأخيه ولم يقبل منه يؤدي ذلك إلى رفع الصوت في كثير من الأحيان يكون رفع الصوت بين الزوج وزوجه ولأتفه الأسباب ربما لأمور تافهة ولكن عناء الحياة التي يعني يعاني كثير من الناس في حياتهم بسبب أيضا النواحي الاقتصادية أو بسبب كثرة العمل أو أعباء العمل أو ما إلى ذلك يجعل الإنسان دائما متحفز لأن أي شيء يثيره يستثار عظيم وإذا ما دخل البيت المفروض الهموم التي تكون معه او الاعباء التي تكون عليه تنتهي بيجد مشكلات ثانيه و... نعم بيجد مشكلات جديده جوه البيت ويجد مشكله <applause> جديده في المنزل عظيم هذه امور كلها تؤدي الى <applause> رفع الصوت طيب في امور <applause> أتفضل. يعني اعتقد بدون اسباب بدون اسباب انسان تجده في حاله نفسيه غير سويه ايضا لمجرد ان هو تضيق به الظروف او تضيق به الاحوال او يضيق زرعا بمن حوله مش عارف ياخد حقه مش عارف يوصل للي هو عايزه الكلام ده كله هذا ايضا يؤدي الى رفع الصوت عظيم طب هل يعني فضلت شيخ ارجع بشكل قوي فكره علو الصوت الى ضغوط الاقتصاديه اللي يعني بتنتج بطبيعه الحال ضغوط على الانسان في مساله أنه هو بيسعى وراء العيش هل المجتمعات الاكثر استقرارا اقتصاديا ما بتجدش فيها فكره الصوت العالي اولا بسم الله الرحمن الرحيم اله الصوت في الانسان هي اله ثمينه جدا نعم. لانها بتعبر عن ما بداخل الانسان يعني كل اناء بما فيه ينضح فهي فكره الاواني المستطرقه يعني لو انا عندي محتوى اعلى من المحتوى الذي يمتلكه الاخر فارفع صوتي كما ترفع الماء لكي تصل الى الاخر يعني. الفكره انه مع انتشار الحياه الحديثه والضوضاء أصبح مستوى يعني الضوضاء بيخلينا مضطرين إلى أننا نرفع أصواتنا حتى يظهر عشان نتبين ما يقال أو ما نتبين ما نسمعه. فالعلاقات ما بين البشر ما بين واحد لواحد لو يعني لو أنت قاعد بتكلم واحد صاحبك كده على جنب ممكن تتهمسه لكن م. لو هو بعيد عنك هتندهه يعني تجذب انتباهه يعني. اه طيب لو انت بقى الانسان تعرض لمشكله ان هو بيخاطب مجموعه هيحاول ان هو يعلي صوته اكثر عشان يسمح يمكن احنا عندنا اختبار في الاسلام جميل جدا اللي هو الامامه عندما تتقدم للامامه فعليك انك تسمع من خلفك اه تقدير مستوى الصوت بيتوقف على البيولوجي او الحاله الفيزيكال او حاله الجسم يعني يعني لو واحد تعبان اكيد ما بيقدرش يطلع صوت واحد في صحة كده يعني أه. تلاقيه ان هو صوت جهور يعني أه. تقدير بقى دي يعني اذا كان هو المستوى ده العادي ولا الاعلى او الادنى ده بيتوقف على حالة الشخص و يعني تقييمه الى مدى جدوى رفع الصوت أه. فلو هذه الجدوى يعني لم تتحقق من اول مرة هيحاول ان هو تصاعديا يرفع صوته لغايه اما في الاخر قد يصل الى الصراخ او النواح او الى ان هو ينظر ليه على ان هو يعني فقد عقله انت حضرتك شايف ان ده طبيعي في التركيبه البشريه والانسانية. اه طبعا, آه. آه طبعاً الحيوانات والطيور وكل المخلوقات يعني بتحاول انها تدي تظهر الطاقه دي عشان انها تتواصل تتواصل بيها. آه. بس كلام حضرتك ممكن يكون مقبول وهو بالفعل مقبول لو فكره التواصل العادي يعني انا بكلم آه. حضرتك ب بتحاول ان انت توصل لحاجة في مكان هادئ لكن لو احنا مثلا على قهوه او في الشارع ساضطر, أهوة 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 في الشارع سأضطر أه الى رفع الصوت وانت ستضطر أه الى رفع الصوت اه لا, لا انا عايز اخد حضرتك بقى لفكره انه لما يبقى في خلاف في الراي اه هنا بقى يعني اصبح علو الصوت مقترن بفكره الخلاف في الراي أه علو الصوت اولا هو دليل على نقاء السريره يعني دايما الشخص الخبيث يقول لك قاعد ساكت كده ما بيتكلمش <applause> او يعني مش عايز اقول المكر يعني بس دايما اللي في قلبه على لسانه زي ما بيقولك طبعا الانفعال الشديد فيه عفوية فهنا دي تنقلني لحاجة مهمة جدا فكرة الطريق نمط التفكير لو أنا بفكر بتفكير انفعالي اللي هو بنسميه تفكير حرج يعني ده بيخليك دايما على طول إيه زي رد فعلك هو اللي بيحركك لا. إنما لو أنا حاطط افتراض ونظرية عن المكان اللي أنا فيه نوعية الأشخاص طريقة الحديث معهم أو كده يبقى في الحالة دي إيه في تهذيب للمستويات يعني مثلا ربنا لما قال في سوره الحجرات لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعد ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اذا هنا في نهي عن رفع الصوت. طب متى يرفع الانسان صوته عندما يحتاج ان يعني يصل برساله الى الشخص الاخر، فلازم يقدم اولا هذه الرساله في قالب يتناسب مع مقام الشخص الاخر، يعني لو واحد كبير ما يزعقلوش مثلا، لو ابن ما يزعقش لوالده، او مثلا لو بيخاطب ابنه يخاطبه بالحزن، فدي عايزه تقدير بقى ايه؟ انفعالي يخلي الانسان يحكم قبل ما يكون هو عنده ضغوط اقتصاديه او نفسيه او عصبيه يعني فيها درجه من درجات الحكمه. عظيم، برضه فضيلة الشيخ أعتقد هذه المسألة بحاجة لإيضاح من فضيلتك إلى أي مدى مرتبط الصوت العالي بفكرة قبول الآخر؟ هل من الممكن أن أكون عندي مساحة جوايا إن أنا أتقبل الآخر ولكن برضه صوتي عالي؟ هو في الواقع أنا هبتدي من جزئية أفدنا فيها أستاذ الدكتور طارق وهي موضوع النهي عن رفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه على وسلم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وكان دي فيها نهي عن رفع الصوت في حالة معينة ويترتب عليها أن يحبط عمل الإنسان الذي يرفع صوته فوق صوت النبي وأنا شايف من الجزئية دي بالذات إن أنا نأخذ بعض الناس الذين يسيئون إلى سنة النبي صلى, صلى الله, الله. الله عليه وسلم ويشككون فيها أو يتطاولون عليها هذه الآية تشملهم أيضا لأنهم يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي دي الجزئية اللي أنا عايز أبتدي بيها موضوع مسألة الخلاف وعدم قبول الآخر دي مسألة محتاجة إلى وقفة لأن الحوار مع الآخر لابد أن يكون له أصول وله أساس وله ثوابت لا يغفل الإنسان عنه أنا أحاور الآخر فلا بد أن قبل أن أحاوره لا بد أن أتعرف على الموضوع الذي سنتحاور فيه لا. وأن أكون يعني قابلا للتحاور معه وأن يكون الاحترام الأساس في التحاور هذا التحاور الذي يكون بين المتحاورين بهذه الآداب التعرف على الموضوع وقبوله واحترامه الجزئية دي في التحاور لا يمكن ابدا ان يكون معها رفع صوت. اذا التزمنا بهذه الاسس او هذه الشروط. امتى ارفع صوتي وانا اتحاور؟ في احد امرين. اما ان اكون مجادلا لا محاورا وانا عايز اثبت النظرية اللي انا بتكلم فيها او اثبت المسالة اللي انا باخد فيها جانب متحيز يعني اللحظه اللي صوتي يعلو فيها تحول من محاور, <applause> إلى, محاور <محادل>. الى مجادل <applause> محاور <مش> الى ومش مجادل وبس ممكن يصل بي الامر الى التطاول <مم> يبقى انا لا احترمت الاخر ولا قبلته ولا تعرفت على موضوع المحاور اساسا <مم> وهنا هنا علو الصوت هنا مؤشر للغضب الشيخ الغضب في حاله ان انا اكون متح يعني متحيز لرأيي <مم> وانا عايز افرض هذا الراي المحاور دايما يكون عنده الحجه عنده البرهان عنده وصول إلى الحق يعني حب الوصول <applause> إلى الحق لا إلى عصبية ولا إلى حزبية ولا إلى شيء من هذا القبيل أنا عايز أصل للحق ففي هذه الحالة أنا عندي الحجة عندي البرهان عندي الدليل القاطع يبقى أنا ما فيش داعي أن أنا أرفع صوتي يبقى متمكن من نفسي وفي نفس الوقت حريص على أن أنا أغلطش في اللي قدامي لأن أنا بحترم المحاور تمام. اللي مع قدامي والموضوع اللي انا عايز اوصل له عايز اصل فيه للحقيقه مش لاثبات وجود شيء او ان انا مصر على راي معين عايز افرضه م. فاللي بيفرض راي معين عايز يرفع صوته زي ما قال التقرير دلوقتي اللي قيل فيه خدهم بالصوت ليغلبوكم يعني ما ماهيش جايه من بعيد يعني م. ودي مصريه بحته يعني فاذا كان الانسان فعلا يقصد المحاوره والمحاوره ديت موجوده من في حتى القران ذكرها في كثير من قصص القران لما نرى في قصه الاخوين اللي كانت ذكرتهم سوره الكهف واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع والموضوع طويل واخوه المؤمن اللي يعني كان بيردعه عن هذا الغرور وهذا التكبر والكلام ده كله ودخل قريته ودخل الحديقه وهو ظالم لنفسه وجدها خاويه على عروشها فاخوه قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي بدا يعظه نعم. بدا يكلمه بهدوء ولولا لا إلا 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 آخر, القصة. اخر القصه طيب صاحب الصوت عالي هنا معناها عالي ضمنيا او يعني في العمق وليس عالي ظاهريا لا هو عالي ضمنيا وظاهريا يعني لابد ان يعلو صوته ايضا؟ نعم يعني يعني لا يتحدث بصوت خافت لا يتحدث بصوت خافت يعني صاحب الصوت العالي وانا هقول لحضرتك طب بزغية. انت حضرتك من شويه قلت لحظة اللحظه تتحول فيها لصوت العالي اصبحت مجادل ما هو اصبح ده. مجادل فعلا ما هو لما تحول لصوت عالي اصبح مجادل ليه؟ هم. لانه عايز يثبت وجود شيء او يفرض راي ما هوش صحيح وفي نفس الوقت عايز يثبت هذا الرأي بدون دليل قاطع أو بدليل قوي أو بدون برهان نعم فعايز يثبته برفع الصوت لا أكثر ولا أقل فبيتحول إلى مجادل لأن المجادل مش عايز يصل للحق مم. المجادل مجرد للمجادلة يعني حوار للمجادلة مش للتحاور تمام ده اللي أنا أقصده أعود إليك يا باشمهندس طارق يعني البعض عنده قناعة وبعض الناس عندهم قناعة إنه بعد الثورة المصريين حصلت لهم حالة غريبة وإنه نعم. اشبه انهم كانوا بيعانوا من كبت مال سنين نعم. كثيرة جدا فظهر اسوأ ما عندهم طبقا لوجهة النظر هذه نعم. واحد ملامح المظاهر السلبية فيما بعد الثورة نعم. طبعا الثورة براء من كل هذه الامور فكرة الصوت العالي او ارتفاع الصوت نعم. هل ده صحيح او يعني الاربع سنين او الخمس سنين احنا عشناهم من بعد 2011 نعم. الظروف والمتغيرات السياسيه كان ليها دور في دفع الناس انه يخرجوا الطاقه اللي جواهم او الكبت او الحجم المشكلات اللي ضاغطه عليهم في ملمح الصوت العالي في جميع معاملاتهم مع بعض انا والله يا ريت الموضوع توقف على الصوت يعني أنا لو احنا بس الجدال هو طيب. على الساحه فاهلا طيب. وسهلا انما انه بيصل الى الاذى مثلا او القتل او التخريب طيب. هو ده الاسوء انا هاستاذن حضرتك مع هنخرج لفاصل قصير <تفهمت> وهسمع اجابه حضرتك تفهم حالا <تفهمت> المصريين صوتهم عالي لما بيكونوا متنرفزين لما بيكونوا متضايقين ولو في خناقه يا, يا ويلهم في الصوت العالي. دليل على ضعف موقفهم وخدوم بالصوت لا يغلبوكوا اي حد كل الناس شايفه ان هي صح وكل واحد شايف ان رايه هو صح فبيعلي صوته حتى اللي شايف رايه صح وهو عارف من جواه ان هو غلط بيعلي صوته عشان يبين ان رايه هو اللي صح. بسبب ان المشاجرات والمشاحنات اللي بتحصل ما بينهم دايما الاختلافات اللي بتحصل ما بينهم الصوت العالي بسبب الزحمه وحاجات بقت بتعصب كتير قوي يعني بتقابلنا وكده. هو انا شايف ان المصريين ممكن يبقى صوتهم عالي في الحوار لانهم ممكن يبقوا بياخدوا المواضيع بعصبيه شويه وبيستخدموا عقولهم متاخر شويه فان هم مش بيفكروا قبل ما نتكلم ممكن ياخدوا الموضوع بعصبيه وهو لو هدي وفكر وخد خطوات معينه في المشكله اللي معايا هيبقى ليها اكيد حل بس هي الفكره كلها معتمده ان هو متسرع شويه بيحبوا دايما الصوت العالي والسماعات الساوند هي اكتر حاجه اساسا كده كده موجوده عندنا حتى وهو ماسك مثلا مايك او بيتكلم في ميكروفون ولا حاجه برضو بيحاول ان هو يعلي صوته بحيث ان هو ممكن ايه صوته يوصل لاكبر عدد ممكن للناس اول حاجه واهم حاجه مع مراته طبعا لازم صوته يعلى أه في اي خناقه طبعا ولو بينده على حد مش شارع من الشارع من تحت لازم يعلي صوته اهلا بكم مجددا اعود اليك مباشره من باشمهندس طارق واضح مبتسمة جميله اترسمت على وشك آه بعد آه سماع التعليقات <applause> <applause> بص الثوره هي حاله تغيير فطبعا حضرتك لو سايب حل على النار كده بتغلي وجيت رحت فجاه كشفت الغطا هتلاقي في فورو. يعني م. فوران حصل فيعني ليه ليه قناعه الناس متجهه لفكره انه طلعت اسوأ ما عندنا؟ إيه. ليه ما يكونش افضل ما عندنا؟ هو بص الامم لها دورات يعني زي الحياه زي البحر ما بيهيج بيهج ربنا بيعلي الامواج عشان يلقي باسوا ما في الماء م. اللي هو الاشياء اللي بيلفظها يعني تمام <applause> وفي الاخر البحر بيرجع يهدى ويبقى رايق ودي ربنا سبحانه وتعالى لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض فده نوع من التجديد في حياه الامم يعني يعني ناخده بظاهره صحيه بس اللي انا عايز اقوله انه في علم النفس في عندك ثلاث انماط من الشخصيه موجودين في الانسان اول حاجه بيسموها التشايلد ايجو او النفسيه الطفوليه دي اللي عايزه تلعب وتلهو مثلا تعورت تسرخ ولو مثلا اتعورت تصرخ ولو شافت حاجه حلوه تضحك اللي هي ما فيهاش اي تحكم ودي بيعيشها اي طفل في اثناء نشاته يعني. وبعدين في الماتيرنال ايجو او البارنتال ايجو اللي هي الشخصيه اللي يعني. بتربى من الاب والام اللي هي فيها افعل ولا تفعل، لما تتكلم مثلا ما تاكل اه اقفل بوقك. اه لو واحد كبير ما تردش عليه. اه مثلا لما تيجي تقوم من مكان لازم تستاذن، لو داخل اوضه وفيها حد لازم تخبط. فدي الشخصيه اللي بتربيها الاب والام يعني. الشخصيه الثالثه اللي هي الادلت او اللي الانسان بينضج فيها بيبقى عايز ان هو يثبت ذاته ويحس بنجاحه ويحس انه بكيانه او اللي هو تحقيق الذات يعني الثلاث شخصيات دول هما المركب المركب هم المركب مركبهم يعني اللي بيساهم في هذه الشخصيه دول ما لهمش صله بمجتمع بعينه دول دول بقى بيصبوا ما بين الانسان أي... ونفسه ما بين الانسان واصحابه واصدقائه واهله وما بين الانسان والمجتمع اللي بيقابله لما يجتمع البشر مع بعض ممكن يجتمعوا في حاجه حلوه يعني يعني مثلا في الصلاه لما الكل بيقول امين ورا الامام او ده صوت عالي حلو ليه لان كلهم مجتمعين على دعاء جميل ان هم بيسالوا ربنا شيء فرب ف والملائكه بت يعني بتامن عليهم يعني تمام. لكن لما بيحصل بقى تقذف بالالفاظ بتبتدي بقى معالم الشخصيات دي تبنى على البشر يعني مثلا اللي هو ما خرجش من مرحلة الطفولة ده تحس انه شخص بوهيمي ليس له اي حدود اللي لم يربى من الاب والام يعني لم يعرف حدود الادب او اللياقة او الاخلاق فده تجد انه يعني ليس له حد ممكن يعني اذا لم تستحي فافعل ما شئت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني. السلام. التالت بقى اللي هو بيحاول يثبت لك انه هو يعني عشان كده بتلاقي في سن المراهقه ابتدى سن الولد يعني او البنت يعلى صوته في البيت رغم ان هو ما كانش بيعلى صوته قبل كده عشان يحاول يثبت ذاته حتى الولد بيتغير صوته بيخشن كده ويعني كده فهي نقدر نقول ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيمرر الدول او الامم بتفر... بمراحل في اي مرحله دلوقتي اه لان ربنا تقييمك للمجتمع المصري في اي مرحله مجتمع المصري ظريف دمه خفيف يعني <applause> بس ال... يعني المؤسف فيه انك تسمع الفاظ نبيه او كده يعني لما بخش مثلا في الكوره مثلا وده اختبار لعمل جماعي كبير جدا ان في فريق بيلعب وناس قاعده اللي قاعدين دول طبعا يعني شوف بقى بيشجعوا ازاي فالصوت العالي ده احد نبرات التشجيع لكن لو ابتدى بقى تقاذف بالطوب او الفاظ بيا هنا بنقول الاخلاق بقى هنا ايه عشان كده حضرتك لو يعني رجعنا تاني للدين ركائز الدين العقيده والعبادات والمعاملات والاخلاق فاذا انهارت الاخلاق يعني كانك بالضبط انا جايب لك طبق كده رز بلبن جميل بس مكشوف وقع عليه تراب يعني فالاخلاق هي اللي بتدي حسن التعامل والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى ايه صلى اقربكم صلى صلى مني مجلسا يوم القيامه احسنكم خلقا مش اشدكم ايمانا مثلا ولا احسنكم عملا خلقا فخلق القران او التخلق بالاخلاقيات اللي هي عشان كده انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ده الرسول صلى الله عليه, عليه وسلم فهي مساله اخلاق تمام طب فضيله الشيخ اعود لفضيلتك مره تانية مساله العصبيه الى اي مدى ايضا هي مرتبطه بفكره علو الصوت العصبيه لاي شيء عصبيه للجماعه لفكره لفريق كره قدم ل... لاي شيء هل من الممكن تكون مؤثره ايضا بشكل قوي بفكره علو الصوت؟ مش انا هقول لحضرتك اولا العصبيه في كل الاحيان بتؤدي الى رفع الصوت م. لكن الواقع اللي احنا عايشينه الان بيأكد لنا ثلاثة أمور الأمر الأول كان كبت عند الناس في كثير من الأمور ولما قامت ثورة أخذوا أسوأ ما في الثورة وهذه الأشياء اللي أخذوها حبوا ينفسوا بيها عما في داخلهم فأثارت يعني مشاكل كثيرة جداً أثارت مشاكل حتى بين الأخ وأخيه بين الإبن وأبيه يعني أثارت مشاكل كثيرة جدا ده الأمر الأول الأمر الثاني إن كله لم ينظر إلى البناء ثورة قامت لتهدم أمر صحيح فلابد أن تبني مقابل هذا الأمر الذي أهدمته وأصل البناء البناء الخلقي وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال في حديث لو اخذنا به لاستراح لا الناس ولاراحوا جميعا ليس منا وخلي بالك من ليس منا دي مش مش خارج مش خارج عن ديننا لك ولا عن ملتنا لا خارج عن منهجنا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه فلولا هذه الأمور لو لم تكن موجودة في المجتمع لرأينا أسوأ ما نرى أسوأ أو لرأينا أسوأ من ذلك أيضا لا. اليوم لم يعد الكبير يرحم الصغير ولا الصغير يوقر الكبير ولا هناك توقير للعلماء حتى التطاول كان على الأزهر وعلى مشيخة الأزهر وعلى من فيها من العلماء الأمر الثالث الذي نحتاج كثيرا إلى الوقوف عنده أن الكلام يسبق التفكير كلنا يتكلم لكن قبل ان يفكر لو فكرنا قبل ان نتكلم لعرف كل منا حدود الكلمه ولم يتجاوز هذه الحدود وعرف للذي يتحاور معه او يخاطبه او يتكلم معه ان له حق ان يحاوره وان يتحدث معه وان يصل الجميع الى مستوى نحتاجه جميعا من الاخلاق كما اشار فضيله الدكتور لانه انما الامم الاخلاق ما بقيت نعم فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا طب انطلاقا من كلام فضيلتك وكلام مهندس طارق يعني بعد الفوره اللي اتبعت الثوره او حاله يعني الرجه اذا صح التعبير في المجتمع المصري عندما تهدا الامور نسبيا الامور ستعود, وصبح ستعود الى طبيعتها ويصبح ستعود الى طبيعتها ستعود الامور ان ولا شاء هتفضل الله هتفضل الى هتفضل النقطه اللي حضرتك اشرت ليها المسائل المشاكل الاقتصاديه ولقمه العيش ضاغطه على الناس وبالتالي هيفضل الصوت عالي في هذه الحاله لو استراح الناس ونظروا بنظره امل م. وتحفزت هذه النظره بالعمل لاستراح الناس كثيرا انت لما تريحني وتديني وعد وانا شايف انك بتنجز هذا الوعد نستريح النهارده ليه ما عادش حد يعني قالوا حريه طب الحريه مش فوضى. أنا بشبه الحريه بإشارة المرور. إشارة المرور بتقفل على مجموعه علشان التانيه تعدي وبتقفل على التانيه عشان دي تعدي وهكذا. ده مش مش للحريات. حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. بالضبط كده. إذاً لا ضرر ولا ضرار. فالمجتمع محتاج لهدوء نفسي وراحة نفسية وهدوء في الفكر عندما تستقر الأمور هتلاقي كل الامور رجعت لطبيعتها تاني. من اللفت نظر يا باشمهندس طارق انه في ظل برضه حاله علو الصوت ديت لانه المجتمع المصري اوجد لنفسه بعض الاشارات في امور يصعب فيها التواصل مع الطرف الاخر. لعل حضرتك معرفش اذا كنت ركب مواصلات عامه ولا لا يعني. اكيد, يعني لكن أكيد طبعا لكن يعني فكره الهرم المقلوب يعني م. رايح الهرم الطوابق مش عارف ايه يعني استحدث بعض الاشارات ممكن تغنيه عن الصوت العالي يعني بدل ما يسال سواء التاكسي او مم. الجهه اللي هركبها يعني بيشاور له او بيدي له اشاره معينه بدون صوت عالي وبدون اي ضوضاء فدي لافته للنظر هل ده برضه مؤشر ايجابي في المجتمع والله هو في جزء ايجابيه وحيد انه مم. بيلجئ الناس لبعض يعني انك تسال فلا خبا من استشار بس الشيء الماساوي فيه ان واحد يفتي لك فتوى يمشيك غلط يعني اللي. يعني انت بتنزل م. ايه مش عارف الطريق تلاقي كده مثلا حاطط لك علامتين مش عارف دي تودي على فين ودي تودي على فين فلازم تنزل تسال فده ممكن يعرض لا <تصفيق> <تصفيق> هو واضح ان الفكره ما وصلتش لحضرتك يعني الناس استحدثت بعض الاشارات اه لو سواق تاكسي معدي وعايز يقول له رايح الهرم فبيشاور له كده مثلا الهرم اه اه رايح مثلا ده ده ذكاء يعني نوع من الاختصار يعني ده ممكن اختصار. يكون مؤشر انه يعني المجتمع ممكن يوصل لحاله ما من الهدوء والسكينه في لحظه معينه بعض ما الامور او بعض المشاكل تتحل. لا يعني نرجع تاني لفكره استخدام مثلا لغه الاصابع او اليد او الاشاره انا عايز اقول برضو ان منظومه الاخلاق الانساني يعني فكر وشعور واحساس فالفكره اللي موجوده في الانسان دي حصيله ايه؟ حصيله معلومات وحصيله خبره وحصيله فهم. يعني الإنسان الهمجي أو اللي هو ليس له حدود ممكن تتوقع منه أي شيء يعني أي حاجة يقول لك مش تفتح مش م. تحاسب أنت كذا مثلا لكن ممكن واحد يقول لك يعني يسكت كده فيجبرك على إن أنت تتوقف قليلا تقول معلش ما بالي فهي الأدبيات في التعامل م. زي بالظبط إحنا ليه بنحط في العربية زيت لأن الموتور ده عبارة عن حاجة بتتحرك بسرعة وفيها احتكاك فاللوبريكيشن او التليين ده هي الاخلاق هي اللي بتحسن يعني لما اقول لك لو سمحت من فضلك نبره الصوت كمان يعني انا ممكن اقول لك لو سمحت ممكن أقول لك لو سمحت الفرق ما بينهما واحده انذار بان انا ههجم عليك بعد كده والثانيه بادب فنبره الصوت بقى كمان مش بس درجه العلو يعني نبره الاداء يعني فدي العلماء بيحطوها في منظومه جميله جدا يقول لك اول حاجه الانتباه اللي هي الاتنشن وبعدين جذب الاهتمام الانترست وبعدين الدزاير انك توجد الرغبه عند الشخص الاخر بطريقه كلامك يعني تحنن قلبه يعني زي ما بنقول وبعد كده يجي الاكشن اللي هو الفعل اللي هو في الاخر هيقول لك طب اتفضل اه طب ما هتفضل دي برضو عدوانيه <applause> بشكل او آه 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 ده نوع من <applause> الذكاء الاجتماعي يعني يعني ان احنا مش عايزين نتحول نبقى زي الزرافه يعني ساكتين خالص وبنعمل اشارات <applause> يعني صحيح لا هو مش مش ده قصدي <applause> انا قصدي انه حتى انه المجتمع اوجد شيء ممكن يغنيه عن الضوضاء يعني وسيله ما اغنته عن الصوت العالي نقول ف... بقى مثلا الضوضاء استخدام موقف... آه الات التنبيه في موقف ما معين اه ميكروباص مثلا عايز يجيب عدد ركاب اكتر ويعمل دورة اكتر فماشي حاطط ايده على طول على الهورن او الكلاكس ها. يعني عشان خاطر توسع له مش مهم انت بتعمل ايه فدي مثلا الظاهره الساجد بس برضو ارجع اقول لك انه مبعثها اخلاق مم. اللين او الجدال بالتي هي احسن ممكن جدال بالاشاره حتى يعني. يعني فكره ان الانسان يستخدم الاخلاق كغطاء يعني يغلف بيه افعاله بيخلي زي ما اجيب لك هديه جميله يعني ممكن اجيب لك ساعه مثلا احطها لك في ورقه لحمه مثلا او في ورقه جرنان لا احطها لك في قلب قطيفه جميله كده مم. فالاخلاق هي اللي بتهذب يعني المنشا واللي وال... جت منه وال... والمستقبل حتى لو هي سيئه ممكن تتقبلها يعني مثلا يعني يعني فال... معك طب شيخ هذه المشكله هل كانت حاضره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. ولا لانه المجتمع كان لسه بسيط او صغير ومحدود موجوده المشكله موجوده من, المشكلة موجودة. موجودة من الاساس ده حتى ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القصص القراني في حادثه الظهار مسألة الحوار آه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما كان حوار بين واحدة وزوجها حلف عليها يمين ظهار وراحت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وما كانش لسه في حكم في الظهار هي إيه السيدة رضي الله عنها خولها بن سعلبة وذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وشكت له من زوجها وقال أنت عليك ظهر أمي فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لها حرمت عليك فحاورت انا عندي صبيه صغار ان تركتهم وكلتهم الي ضاعوا جاعوا وان وكلتهم اليه ضاعوا يعني مساله فيها مشكله فربنا سبحانه وتعالى انزل في هذه الحادثه قرانا وبين فيها مساله الزهار وده مش موضوعنا لكن الحوار كان موجود واذكر في مساله الحوار ايضا ان الله عز وجل قال يا ايها الناس تمام. انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هذا التعارف كيف يتم بدون حوار عظيم طيب انا ساذن فضيلتك الخروج لفصل قصير وايضا استكمل مع فضيلتك كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم في عهده صلى الله عليه وسلم مشكله الصوت العالي او الصوت المرتفع نخرج لفصل قصير مشاهدينا وبعده نواصل الحوار بكم مجددا نعود اليك فضيله الشيخ صلاح نصار والحديث قبل الفاصل عن هل ظهرت هذه المشكله او كانت حاضره بقوه في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكيف عالجها صلى الله نعم عليه وسلم نعم كما ذكرنا وابدا مره اخرى بقول الله عز وجل يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هذا الامر بالتعارف امر للوجوب رغم اختلاف الناس نعم في مللهم ونحلهم، في مذاهبهم، في جنسياتهم، في لغاتهم، في كل شيء. وهذا الاختلاف لا يمكن ابدا ان نصل الى معرفه هؤلاء الناس جميعا لتعارفوا الا بالحوار. اذا فالحوار واجب لاننا به نتعارف. واذا كان هذا الحوار واجب رغم اختلافنا في جنسياتنا وعقائدنا وشرائعنا وكل شيء الاختلاف هنا ليس معناه الخلاف. وإنما الاختلاف هو سنة الله في كونه. ولو شاء ربنا لجعلنا أمة واحدة. لكن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالاختلاف ليس معناه يعني كراهية أو اختلاف معناه أشياء بعضها ضد بعض أو بعضها يعني يحاول أن ينفي البعض أو ينفي فكر البعض او ما الى ذلك ولكن الاختلاف معناه اننا نختلف في قضيه له فيها راي وللاخر فيها راي. وهذا الاختلاف لا يفسد الود قضيه كما يقولون واذا كان الاختلاف هو الذي يصل به الانسان الى نتيجه واذكر في هذه المساله الاختلاف حتى في مساله العقيده مش في المسائل الفرعيه في الفقهيات بس في العقيده كان هناك علم الكلام. وكان هناك الذين يفهمون في هذا العلم و يتحدثون فيه كانوا يختلفون كلهم يجمع على ان لا اله الا الله وعلى تنزيه الله عز وجل وانه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء الى اخره لكن كانوا يختلفون في مفهوم النصوص تذكر نص مثلا يد الله فوق ايديهم فما معنى اليد؟ يقول بعضهم يد لا نفهمها ولا نعرف كنها ولا كذا كما قال سبحانه وبعضهم الآخر يؤولها إلى محل القدرة لأن اليد محل القدرة فمعناها قدرة الله فوق قدرتهم فإما أن يكل أمرها الإنسان إلى تفويض المعنى لله عز وجل أو يقول هذا المعنى مؤولا بما, بما يليق بذات الله هذا اختلاف نعم. في فهم نص الاختلاف بين الفقهاء كان كثير جدا لكن ليس في الثوابت وليس في الأصول وإنما كان اختلاف في الفروع وفي الجزئيات كل له فيها رأي وكل يحترم رأي الآخر بل كثير منهم يقول كما قال الإمام الشافعي رأي صواب يحتمل صحيح. الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب هذه أمور وكان كل واحد منهم يعتز برأيه وكانوا يقدمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم <applause> لو صح على آرائهم يعني إذا الحديث خالف رأي أحد الأئمة الفضلاء اذا صح الحديث فهو مذهبي فلا يمكن ابدا ان يكون مذهبه يعني نافيا لحديث او صادما لحديث او ما الى ذلك تمام اذا فاختلاف الامه منذ يعني منذ بدايتها والاختلاف يعني بين الناس سنه كونيه كما قلت ولكن لا يؤدي الى خلاف اما ما نحن فيه الان فهو خلاف حتى المفهوم الفقهي لبعض القضايا اصبح خطا اصبحوا يقولون ان العاصي او كما فكر الخوارج سابقا ان العاصي كافر وبهذا الامر كفروا المجتمع ومن منطلق من منطلق انهم كفروه وحل دمه وحل دمه قتلوه مجرد يعني التكفير ادى الى القتل عظيم وادى الى التدمير طب ملمح باشمهندس طارق في هذه المساله هو الاعلام يعني الاعلام هنا مراه عاكسه لكل هذه المشاكل اللي حضرتك اشرت اليها وفضلت الشيخ اشار اليها ولا هو عنصر مساعد في تاجيج هذه المساله لا يفعل على حضرتك برامج الحواريه اللي بتجد اثنين يتعاركوا مع بعض واثنين يضربوا بعض بالكراسي ناس تضرب بعض على نفسها مياه يعني صوره اصبحت ملمح موجود في معظم البرامج الحواريه في شاشاتنا العربيه بشكل عام اختلال ادب الحوار اختلال ادب الحوار للاسف هنا عنصر مساعد بيساعد على المشكله ولا هو بيعكسها بص هقول لحدك حاجه يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال لله الاسماء الحسنى فادعوه به ده هنا ما بين الله و و يعني ده اسماء الله ويعني دي 99 اسم كما احصاها يعني ده اختلاف وسع فما اقول يا رب الرحمن الرحيم الملك القدوس كل حاجه لها صفه ولها ذات بتعبر عنها يعني فبرضه البشر كده يعني فالفكره انه يعني هتحط اسمين متضادين مثلا حتى ربنا بيقول الرافع الخافض مثلا او الخافض الرافع نعم اذا اذا حتى لو في تضاد لكن ده بيشكل معنى وده بيشكل معنى فلما نيجي للقنوات اللي هي بتضع المتضادات دي انا نفسي بس قنوات تعرض حاجه علميه يعني يعني مثلا هقول لك العلماء اول ما ابتدوا يحطوا افتراضات مثلا شكل الماده وشكل الذره وشكل الطاقه كان في بينهم بين بعض جدال شديد جدا يعني الحاجه دي ايه الموجه دي ايه مثلا لما في بدايه الاكتشافات العلميه مثلا كان حاجه بسيطه جدا موجوده يعني بيقول لك الالكترون عايزين يعرفوا ده ايه فناس قالوا ده ما جزيء يعني حاجه لها ماده وناس قالوا لا دي مش ماده وبعد كده ظهر نظريه ثالثه ان هو له ديواليتي نيتشر او له طبيعه ازدواجيه، يعني ممكن يعمل كعمل الماده او يعمل كعمل الايه؟ الطاقه، زي مثلا ما تحذف كره على سطح تتردلك لك فزاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس، ولو ضربت شوعة ضوء على مرايه برضو تلاقي زاويه السقوط تساوي ايه؟ زاويه الانعكاس، يبقى اذا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، طب التفاوت ده ممكن يعني في المنهاج مسموح ان انت يبقى كل حاجه لها طريقتها. لكن في الكينونة ممكن تختلف إذا اختلاف الكينونة يختلف عن المنهاج لكن نعم. لو كلنا اتبعنا نفس المنهاج اللي هو يعني في إرضاء أو في عدم تحطيم أعتقد أن ده بيفضي إلى نوع من التعايش المشترك الجيد مفيش نعم. إنسان زي التاني ولا حتى أخين ولا توأمين صح؟ ولو والأخ... لو أنت حتى لك زوجة شبهك جدا ممكن تحس معها بنوع من الـ يعني أنا عايز حاجة مختلفة. صح؟ فإذا ربنا سبحانه وتعالى يعني عمل الأنساب جاية جاي من منين؟ من أب وأم مختلفين، طب ليه حرم زوج زواج الأخ من أخته مثلاً؟ أو الابن من أمه؟ عشان يمنع تكرار وتراكم الصفات الوراثية. يبقى إذا فتح باب الاختلاف هنا إيه؟ أدى إلى تصحيح وعشان كده إحنا مصر بتتميز بانها في قلب العالم فدخل عليها حضارات كتيره جدا طب حضرتك اللغه اللي احنا بنتكلمها دي ليست لغه الجزيره العربيه يعني هل عمرو بن العاص عندما اتى الى مصر كان يتحدث زي احنا بنتكلم مع بعض كده لا القران جود في مصر ورتل في الجزيره العربيه لا. فمن من وضع هذا اذا الاختلاف هنا بيدي يعني وسم الاختلاف رحمه واتمنى يكون لقانا بحضراتكم لحظه صمت كما قلت في البدايه نقف لكي ندرك ابعاد المشكله اللي احنا فيها ونبحث عن حلول لعل حضراتكم قدمتم بعضا منها. اشكركم شكرا جزيلا فضيله الشيخ صلاح نصار امام وخطيب الجامع الازهر الاسبق عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه وعند طارق الفندي خبير التنميه البشريه والمحاضر بالجامعه الامريكيه شكرا, شكرا جزيلا لحضرتك شكرا بعد الفاصل نواصل مع حضراتكم الحديث عن الفهلوي أو الفهلوة لعلها مرتبطة أيضا بشكل أو بآخر بالصوت العالي في مجتمعنا ما أصل الفهلوة وكيف نشأت ملامح شخصية الفهلوي كل ذلك سنتحدث عنه بعد الفاصل التالي ابقوا معنا عبارة شديدة الدلالة على مفهوم الفهلوة، تلك الكلمة التي تغير معناها من الإقدام وسعة الحيلة إلى أسلوب حياة يقوم على التضليل وادعاء المعرفة الكاذب، ثم ظاهرة خطيرة تضيف للثقوب التي تمتلئ بها منظومة قيمنا ثقبا جديدا، ورغم أن الفهلوي معروف بسيماه فهو شخص يتكلم كثيرا عن ذكائه ومهاراته وقدرته على إنجاز أصعب المهام بأسرع الطرق، دون أن يكون لذلك أثر حقيقي في الواقع. فانه في مجتمع يعاني ما يعانيه المجتمع المصري من غياب لمنظومه معرفيه تفرز الجيد من الرديء يجد لنفسه بيئه مهيئه للظهور والتفشي. يمكنك ان تقابل الفهلوي في الشارع او الشركه او المستشفى او المدرسه وفي كل مكان بملامح مختلفه وسمات واحده. يسلك اقصر الطرق واسهلها ليجني الارباح ضاربا بعرض الحائط قيم الجد والاتقان. ومعليا قيم الانتهازيه والتذاكي واقتناص الفرص غير المستحقه انه يختزل حكم الحياه كلها في كلمه واحده هي الاحتيال بعد ان يكسبه مسميات اخرى فتتلاشى الحواجز بين الفهلوه والكذب او السرقه او الرشوه حتى اذا تعلق الامر بحياه الناس اصبحت مرادفا للقتل دون عقاب واصبح في مقدور الفهلوى ان يقول فلا يراجعه احد يا ارض اتهدي ما عليك ادي ربما لم يخل مجتمع إنساني في أي عصر من الفهلوة إلا أن خطورة هذه الظاهرة تكمن في أنها وبفعل ظروف تاريخية واجتماعية واقتصادية بعينها تتحول إلى سياق عام ما أصل الفهلوة؟ كيف نشأت هذا المصطلح في مجتمعاتنا؟ هل كان للفهلاوه معنى ايجابي في بدايتها؟ وكيف تطورت الى المعنى الذي نعرفه اليوم؟ يا ترى ايه هي الظروف التاريخيه والاجتماعيه والاقتصاديه التي افرزت الفهلوة بالمعنى السلبي الذي نعاني منه ونحاربه اليوم. هل الفهلاوي صفات معينه؟ واين نقابله؟ هل هناك مهن اصحابها اكثر فهلويه من غيرهم؟ هل الفهلوة نوع من انواع الذكاء؟ وهل تغيير بعض المصريين مهنهم الاصليه الى مهن اخرى هو نوع ايضا من الفهلوه هل المرونه ومسير ظروف الحياه المختلفه فهلوه عن أسباب الفهلاوة وأضرارها وطرق علاجها عن صفات الفهلاوي وكيفية كشفه وتعريته تدور هذه الفقرة من حلقة اليوم من مع الناس وأرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الكبير الشاعر والإعلامي أستاذنا جمال الشاعر أهلا بك أستاذ جمال أهلا أستاذ أحمد أهلا أهل سعداء بوجود حضرتك معنا ربنا يخليك ومش عارف أبدأ بحضرتك إزاي يعني مم. نجسد شخصية الفهلاوي أو ملامحه في المجتمع المصري بداية ولا المساله يعني مم. مش ظاهره لدرجه ان احنا نقف امامها يعني هو الفهلاوي شخص ملاوع ويعني صلاح جاهين آه عنده آه بيت شعر جميل قوي يقول لك ايه علم اللوع اكبر كتاب في الارض ده بقى علم علم <تصفح> بس اللي يغلط فيه يجيبه الارض الله. علم اللوع الله. اكبر كتاب في الارض بس اللي يغلط فيه يجيبوا الارض الغلطة بفوره بفوره زمغول. اه طبعا آه. فهي ال ال اللوع هو يعني الوجه الاخر للفهلوه يعني يقول ملاوع مم. انه مش دغري الفهلاوي اللي هو زي الزجزاج بس ده دلال على ذكاء الخارق يعني واد ذكي قوي قوي لدرجة ان هو بيلعب بالناس ما انا هقول لك بقى بمناسبة الذكاء ده مم. بدل ما الطاقة دي طاقة الذكاء تروح لحاجة إيجابية آه هو بيستخدمها في الألباندا ادي كمان ف... مصطلح كمان اهو اه فبيستخدمها في الالاباندا واحد زمان يعني ايام العصر العباسي جه كده للسلطان وقال له الخليفه وقال له والله انا عندي مهارات خارقه قال له بتعمل ايه قال له انا بمسك الابره والخيط واقوم رامي الابره في الجو وماسك الخيط في ايدي ووقف كده تقوم الايه يقوم الابره داخله في الخيط قال له مستحيل قال له لا انا بعملها قال له عملتها هديك مئة ألف دينار قال له لا سهل قوي فوقفوا الناس تجمعوا وقف القصر وراح رامي الإبرة لفوق ومسك الخيط وفجأة نزلت الإبرة في الخيط فالناس اندهشوا وسقفوا بقى حاجة مذهلة فالخليفة قال ادوله له ألف دينار وادوله له جلدة فقال ليه 100 جلدة ليه وانا عملت ايه مش انا اللي انا قلت لك عليه عملته قال له اه ان ربنا دلوقتي اداك يعني موهبة خارقة مم. وقد يعني استعملت هذه الموهبة في الخيابة في التفاهم ده ده يعني ف... فأنا بدل ما أنت تستخدم الموهبة الفهلاوي ده شخص ذكي فبدل الذكاء زي سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الإنسان لما هو بيحكي أن الإنسان بيقعد يجري آه لو صبر على رزقه آه يعني الحرام ده لأتاه حلالاً مم. فانت واعتقد ان في حد من الصحابه اعتقد او حد في عهد النبي الكريم قال آآ آآ لو انه المكر يعني مقبول لمكرت مكرا لا تطيق تطيقه العرب وما يحيق المكر السيء الا, إلا باهله نعم يعني في النهايه انت هتروح فين؟ وبعدين في الكارثه هو تكريس للالتفاف يعني الالتفاف دي كنا بقى بنسميها فتره معينه ثقافه التحايل ثقافة التحايل. بس لحد كده ده شيء ايجابي، لو هي مسألة التحايل على مشكلة لا لا او ازمة لا أو فيها فهلوة برضه؟ بس هو ما هو برضه كلمة ثقافة التحايل دي بمعنى ايه؟ انه آه نتكلم بصراحة تمام يعني في قناة الناس أكيد كده أكيد ايه؟ أكيد لازم نتكلم بصراحة انه كان في عصور فيها نوع من الظلم والاستبداد. وفيها نوع من غياب العدالة الاجتماعية. فيقول لك طيب انا اخد حقي بقى اتحايل فثقافه التحايل هي كانت يعني في مرحله معينه تاكيد لمهارات الانسان في انه يصل الى حقه بنوع من التحايل شويه فربما يكون فيها جانب ايجابي انما هو بيحف بعد شويه بقى ما بياخدش ما انا لسه عايز اقول لحضرتك ان هو بياخد حقه يعني هو, يعني هو بيتحايل عشان حقه ده يبقى كويس ده ياخد حقه يبقى ده ذكي لكن المساله بقى في الحفتين اللي بعد الحق ده بالظبط ما هو بيحف بقى حفتين انا اخد حقي ده انتوا بهدلتوني قوي آه. على قد فلوسهم هعمل الشغلانه دي وبعدين التمثيليه انا مثلا في كتاب اعمل عبيط الكتاب ده لما كتبته كانت الفكره التمثيليه اللي موجوده الناس بتمثل ان هي بتشتغل والدوله كانت اياميها بتدعي ان هي بتديك مرتب فكله كان في اطار التحايل <applause> يعني الدولة تقول لك والله انا بديك تعليم اه انما انت بتدي دروس خصوصية فاحنا نعمل عبيط ونتخيل ان احنا اتعلمنا فعلا عند الدولة هي كده آه. وبعدين الدولة تقول لك ايه انا هعالجك مجانا أعمل عبيط واحس ان انا اتعالجت برضه فتروح المستشفى فيقول لك والله طب احنا عاوزين السرنجة آه. وعاوزين الشاش والميكروكروم والقطن وبنسلين وبتاع آه. واعمل اشعاعات بره طب انت ما اتعالجتش يبقى لا تعليم ولا صحه وفي الرزق أه كمان هو أه انت بيقول لك الدوله انا بديك فلوسك يعني اعطوا الاجير الأجيرة اجره قبل ان يجف عرقه أه فده ما كانش بيحصل طب انا مش عايز اخد حضرتك لمساحة جاده في الحوار ولكن هي برضو بتفرض علي السؤال ده أه هل ظهور الفهلاوي بالشكل ده سبب غياب الدوله عن تاديه دورها بشكل او باخر؟ أه انا مش هسالك اسئله جافه زي كده <applause> تاني بس هو مرتبط بالسياق الحركه اوضحته يعني لا هو الحقيقه يعني فعلا غياب الد... انا موافقك غياب الدوله في ايه؟ في ان هي تحط قواعد للمهنه يعني مثلا احنا النهارده آه ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه وان يحسنه احنا ما عندناش لا اتقان ولا احسان برا يقول لك يعني انا جاي دلوقتي من آه من يومين جاي من جنوب افريقيا وجنوب افريقيا يعني بلد فيها معاناه واحنا عارفين تاريخ جنوب افريقيا والتفرقه العنصريه, العنصرية. ومانديلا وكده مم. انما البلد كيب تاون دي مسطره يعني الطرز المعماريه يعني التخطيط والعمران تحس ان انت في لندن بلد جميله جدا احنا نفسنا مصر تبقى كده تمام تبقى زيهم فهم عملوا ايه؟ هم عملوا الدقه والاتقان ده مش عندنا طيب الدقه والاتقان مش موجودين ليه؟ لانه الدوله فعلا التعليم مسلوق. التعليم ما بيطلعش منتج منضبط. مم. ان يبقى عنده عقده لو عمل حاجه غلط يخاف. برضه بيحكوا زمان، شوف الصنايعي زمان كان عندنا ايه في مصر؟ بيحكوا زمان ان واحد صنايعي في شارع الصاغه بتاع خالي الخليلي ده. تمام. بس ده ايام العصر الايوبي. فجاله حد من الأمراء وقال له والله أنا عاوزك تعمل يعني شبكة وهدية لعروستي ما يعني بأي مبلغ فقال له 10,000 دينار قال له ماشي خلاص اعملها عملها فعمل شبكة تحفة فراح الراجل الأمير يستلمها فأعجب بيها جدا قال له ده, ده حاجة جبارة وتحفة الراجل الصنايعي وهو بيلفها بص كده فقال له لا فيها عيب قال له لا عيب إيه دي مبهرة دي رائعه دي جبارة دي ما حصلتش قال له لا 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 فيها عيب قال له فين انا مش شايفه قال له انا عارفه قال له طب والمطلوب قال له لا تسيبها لما اصلحها تجي بعد يومين قال له لا مش عاوز اسيبها انا عاوز اخدها حالا قال له لا خلاص اذا انت صممت خد فلوسك انا ما اقدرش اطلع صنعه من عندي بشكل ده قال له ليه قال له ان الله سبحانه وتعالى اعطاني صنعه ان انا اهملت فيها اخشى ان يسلبها مني لا اله الا الله شفت الروعه ان هو عارف ان الصنعه دي قد ايه رائعه وان دي موهبه جبارة فالاهمال فيها ممكن تضيع الموهبه بس عشان تنمي القيمه دي دلوقتي في المجتمع بالشكل ده هيقول لك انت محتاج مجتمع يوتوبيا او مدينه لا فوضيرة. مش يوتوبيا ولا مم. حاجه انت محتاج نظام تعليم محترم مم. وتدريب كويس جدا مم. ومحتاج صنايعيه يعني الأسيتانا لما كانوا بيتكلموا ايام فاكر انت اخذوا العمال المهرة وده, وده حصل فعلا م. في في النجاره وفي السباكه وفي الاخشاب وفي الخياميه وفي كل حاجه خدوهم ليه لانه هو ليه ثمن غالي الصنايع فاحنا م. جزء من الصنايع النهارده برضو بمناسبه الفهلوه هو يعني ايه يقول لك يعمل لك تخشينه مثلا في العربيه بتاع يقول لك دور بس يا باشا هتدور بتكل على الله وترجع له تاني وترجع له تالت صحيح فهي بالظبط انا كتبته برضو في كتاب اعمل عبيد ده ان هو نظام التلصقه يقول لك طلصقه يعني مش معموله بذمه مش معموله بعمق فالعوده الى ذلك معناه ان انا اتعلم كويس وفي نفس الوقت احس ان انا هاخد اجري وإذا خدت أجري يبقى أنا أدي منتج كويس. إحنا معانا غلاف إعمل عبيط هو عنوان جاذب بصراحة، أنت حضرتك أصدرته امتى ده يا أستاذ جمال؟ ده قبل الثورة بسنتين. كنت حضرتك لامح الأزمة متفشية في المجتمع المصري. أنت شوف كده يا أحمد الصورة عمرو فهمي الرسام الكاريكاتير لما قعد يتكلم معايا في الغلاف يتعمل إزاي؟ قلت له أنا عاوز صورة فلاح مصري، فلاح قراري. ومنزل منديل على عين والعين التانية فيها جزء بيشوف من تحت المنديل وعامل ايده كده يعني ايه انا عامل كان فاهم انا فاهم آه. بس عامل عبيط آه. وده الحقيقه اللي كان موجود عند الشعب المصري طب احنا لسه محتاجين نعمل عبيط لحد دلوقتي ولا انت شايف الصوره ازاي؟ لا هو انا بس ايه ادعو كل انسان انه يعمل عبيط في حكايه في العلاقات الاجتماعيه <applause> يعني يعمل عبيط مثلا مراته مزعلاه شويه كذب الابيض كما يقال آه يعني يعمل عبيط عشان يمشي الموضوع بدل ما يبقى فيها <applause> عكننه <applause> <applause> يعمل عبيط في انه ولاده مش عارف ايه فيعني يجي على نفسه شويه يعمل عبيط انه بيفاصل مع واحد وصلك توصيل التاكسي وقال لك لا انا عاوز 20 جنيه وهي 15 جنيه فهندخل في خناقه ففي ناس انت بقى لو صممت ان انت حقي وحقك بيتطور الموضوع م. وممكن يتخانق معاك وممكن يبقى فيه تبادل م. يعني سباب وبتاع لكن ما تعملش عبيط قدام, قدام مشكله أ... كبيره او قدام فساد مثلا لا فساد ما يعني ما تقدرش تعمل عبيط بس هو برضه الحقيقه في راجل اسمه بريخت ده راجل كاتب كبير عالمي يقول لك ايه اكبر هزيمه توجهها للطاغيه هي الا الا تمكنه من ان يسحقك مم. يعني فكره احيانا انت بتعمل عبيط عشان تحمي نفسك. مم. يعني انت دلوقتي ايه ماشي وبعدين طلعت عليك عصابه رفعوك وقت فلوس اللي معاك انت بقى لا ده حقي ودي فلوسي واتخانق معاك وممكن تضيع فيها. صحيح بس في الحاله مم. دي هو مش ده عبيط هو تقدير موقف. تمام. هو تذاكي وتقدير موقف. مم. انما من يتصور ان الناس مش فاهمه غلطان. ابسط الناس على وجه الارض فاهمه. الناس بالفطره كده في ناس عندها ذكاء فطري ان يعني مهما انت اتعلمت وخدت الدكتوراهات من العالم يعني شخصيه الفهلاوي مكشوفه مكشوفه باي حال من الاحوال عند ابسط الناس دي دي قناعه حضرتك مهما بلغ لا من الذكاء لا لا الفهلاوي عتبه كده ويبقى نصاب اه يعني هو ايه لو لو حف حفتين هيبقى آه نصاب آه والنصاب كده انا بفكرك مثلا بمسلسل العراف آه بتاع الفنان عادل, عادل امام مم. فكان مقنع جدا مم. وهنا الفهلاوي ده قادر ان هو يبيع لك الهواء فعلا طيب. ويبيع لك الشمس ويبيع لك الطرماي وزي مم. ما مم. اسماعيل ياسين راح اشترى العتبه وبتاع في الفيلم اه فيقدر يعمل كده فخطوره الفهلوه ان هي اولا بتكرس لضياع حقوق الناس تمام وعدم الحصول على الخدمه الموازيه للتكلفه طيب الحديث تواصل مع حضرتك ادعوك للاقتراب اكثر من المصري عشان تسمع رايهم اكثر في شخصيه الفهلوي هم شايفين الفهلوي ازاي هنتابع مع بعض ونرجع مره ثانيه للاستاذ جمال الشعر. الفهلوي عبارة عن احتيال لتحقيق رغبة معينة من وجهة نظري ليست اساليب حقيقيه او اساليب يعني ايه يرضاها الله سبحانه وتعالى ورسوله او يرضاها العقل والمنطق انما هي عباره عن تحايل فقط للوصول او لتحقيق امر معين الفهلو معناه ان الانسان بيستنصح على الناس اللي باقيه معاه او الانسان اللي قدامه فهلوى ان الانسان بيستعرض نفسه ويتكلم في اي موضوع ما يحبوش ان هو يخرج من تحت ايه يحب نتكلم فيه عشان يقولوا ان هو بيفهم او ان هو فهلوي او ان هو ليه في كل موضوع لو في مشكله بيحاول يتغلب عليها بشكل او باخر يعني مش لازم يكون بالطريقه الايه السليم يعني ممكن ياخد سكه تاني عشان يتغلب عليه هو الشعب المصري للاسف كله ماشي بالفهلوه ما فيش نظام خالص عند الشعب يعتبر يعني نسبه بسيطه اللي بتحترم النظام وده حاجه عيب مش حاجه مثلا ان ميزه في ناس كتيره كده ماشيه بالنظام ده كده لكي بتفتي في كل حاجه وهي مش فاهماها او هي مش متخصصه فيها بس هو ده للاسف وده منتشر كتير أو في الشعب المصري يعني فهل هو مثلا في تحقيق مثلا رغبه معينه للوصول لوظيفه معينه لتحقيق ثروه معينه لتحقيق مثلا ربح معين من خلال التجارة او من خلال مهنه او ما شكل ذلك يعني وشوفها طبعا في في الشارع بشوفها في النكته بشوفها في زي ما قلت لك كده واحد مش لاقي شغلانه بيلاقي مثلا قاعد على الرصيف عم جاب حاجه يبيعها يعني حته الفلاوه بالنسبه له مش ان انا ابيع مثلا الحاجه الصح اسوقها بطريقه صح لا ده انا بسوق حاجه غلط بطريقه ان انا بظهرها لك ان هي حاجه مناسبه بشوف الشغلوة دي مثلا من في قطاع الشغل مثلا كل واحد تلاقيه بيتكلم في تخصص غير تخصصه وفي عمل غير عمله وهو مش فاهم فيه وبيفتي فيه. بتشوف الفلاوه دي ممكن في في الشركات في الاعمال مع الموظفين بتاع يحب ان هو يعمل اي حاجه يظهر قدام السلطه المختصه بتاعته عشان يظهر بمظهر ان هو بيفهم ان هو ابو العريف. انا شايف ان وراء يعني هذه العينه ربما اضافت بعض يعني مصطلحات لا هم بيتكلموا احسن مني آه لا لا لانه لا لأ آه 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 انا فاكر كويس قوي آه في برنامج بين الناس لما كنت بستضيف بعض الخبراء المتخصصين كانوا يقولوا ان الشارع احيانا بيبقى عنده اراء وافكار وحلول من الواقع فقريبين جزء برضو من الخطوره اللي موجوده ان انت احيانا بتتعالى على الشارع ده في الاعلام مقوله الشعب هو المعلم مقوله حقيقيه يعني او الناس مش هم اللي... على اطلاقها برضه يعني بفرز مش اي حد في الشعب يعني. نعم. انما في ناس فيه في, الشعب يعني مثلا في راجل اسمه اماده هومباتيبا في افريقيا حكيم بيقول لك عندما يموت فلاح امي عجوز في ادغال افريقيا هذا معناه ان مكتبه قد احترقت م. فالبني ادم المصري البسيط ده عباره عن مكتبه ماشيه على رجلين فالناس دي عندهم خبره انسانيه جباره وهم بيقدروا يفرزوا إنما احيانا الفهلوي ده بينقلب الى نصاب شاطر ومقنع وهو عارف الضحيه بتاعته بس لقيت فيه مرادفات ظهرت للفهلوي الوصولي اه متسلق المتسلق يعني اه برضه كلها بتدور في نفس الفلك اه دي كلها في نفس الـ اه, اه, اه والالباندا وما شابه اه دي كلها في في نفس الفلق الفلك في نفس البيئه ايوه اه ما مش هو مش جديد عليها يعني هي هي شوف عداله اجتماعيه هتضبط الايقاع تمام. ما فيش عدالة اجتماعية هيبقى فيه تحايل يعني أنت دلوقتي مش عايز الناس تفتح الدرج كويس عاوز الدرج يتقفل اديله مرتب كويس مش عاوز دروس خصية اديله مرتب كويس واعمل نظام تعليم كويس يعني اعمل الخدمة مش كأن احنا مشكلتنا في الفهلوة دي كأنه يعني عندنا إيه شبه الأشياء يعني انت عايز اه تعليم عندنا تعليم بس مش تعليم كما يجب عندنا اه اقتصاد اه اقتصاد رايح جاي و فاحنا عاملين زي اللي بيجري كده في ملعب انما ما بيجيبش جول كانه دي في كل مجالات الحياه للأسف, للاسف حتى الثقافه وأنا مزين كونك يعني راجل آه لا, لا دي حقيقه حتى في الثقافه انا متصور الثقافه فيها فهلويه فيها طبعا يا سلام يعني فيها فهلوه بال كل المجالات الثقافه ان انت اه الاعلام فيه فهلوه وأنا كتبت، المشاهد هو الضحية يعني الإعلاميين إحنا برضو يعني ما فيه الإعلام فيه كذا وفيه كذا وفيه الصالح والطالح وال، فأنا كتبت لهم عزيز المشاهد، أنا سمعك أنا ياريت ياريت والله عزيز المشاهد، أما زلت حياً، <تصفيق> <تصفيق> عزيز المشاهد أما زلت حياً، أما زلت صامد. قتلناك بسا وضحكا ورعبا وكان ضميرك حيا وناقد كذبنا عليك كثيرا كثيرا وأنت المصدق فينا كلام الجرائد تصدق أن الحوار العجيب محايد وأن الضيوف أشاوس حرب وأن المذيع مجاهد عزيز المشاهد ألاحظت أمازل تقاعد عزيز المشاهد أمازل تقاعد ألاحظت شيئا جديدا مبيدا شديدا يرش على نشرات المساء وفي نشرات الصباح وكل المشاهد غسلنا يدينا وجئنا إليك بعاجل سجاجيد حمراء يمشي عليها أمير النوازل وكل غراب ولص يناضل فكن مطمئنا ودع عنك هذا القلق. تأكد بان نظام الجنون بخير ومن يجترئ ضده يحترق ومن ينطلق ينزلق. عزيزي المشاهد لماذا تفكر؟ ونحن كلانا معاند. لماذا قلبت المحطة غدرا علينا وخنت الامانة؟ ضحايا الوكالة تعشق كل سمين وغث وبائد سنعلن فيك بكل امتنان اراك تهاود عزيزي المشاهد ده تجسيد حي الواقع <تقسد> اه صحيح بس ما في الاخر مش... عزيزي المشاهد ادمنت اه شيئا سوانا من المهلكات كمان <ت that birthday> <ت التقسد> اما زلت راشد بس الهنا عشان كده انا <تحدث> بقول الفهلاوي ده الجزء الثاني منه هو الشخص الاخر بس يعني بي... انا ايه انا لا الوم الفهلاوي لا انا ما يدريك يا استاذ جمال انه عمل بنصيحتك المشاهد هنا وعمل عبيط اه لا هو... غلط انه يعمل عبيط ما هو هو انا بي... شوف... هو بيتابع وسائل الاعلام صلي على نصحتك. رسول الله <تصفيق> 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 الكلام ده قبل الثوره آه. احنا احنا بعد الثوره المفروض اللي يحب البلد دي يقول الحق م. يبقى في نوع من المكاشفه والمصارحه والكتاب محتاج جزء تاني بقى <applause> لازم م. ان انت فعلا تقول الحق بموضوعيه شديده يعني زي ما انت النهارده قاعد تقول حكومه ما عملتش لا الحكومه بتعمل انما في حاجات ممكن تنبهها ليها اه في ناس تسمموا وماتوا وبتاع نقول لهم يا جماعه الناس دي ده في جريمه هنا ولابد ان يحاسب من قتل هؤلاء الناس الذين تسمموا في شرب الميه في الموضوع الشرقية ده لازم يتحاسبوا انما جبنا جون في قناه السويس وعملنا حلو تعظيم سلام تمام آه بنعمل الساحل الشمالي ممتاز آه ملفات جديده في القاهره العاصمه الجديده جميل بس نتناقش نتناقش بمعنى ايه انت هتعمل عاصمه جديده انت عارف جمال حمدان العالم الكبير صحيح. كان يقول طبعا. لك ايه تستطيع ان تزرع ثمره بطاطس في القطب الجنوبي ولكنك تحتاج الى جيش من العلماء وحضانه بالاف وملايين الجنيهات عشان تزرع ثمرة البطاطس فانت اختيار موقع العاصمة مسألة مهمة زائد ان احنا كلنا هنتكربس في شمال القاهرة يعني رايحين من هنا للسويس طب يا اخي طب ما نروح زي الرئيس السادات ما كان بيفكر في طريق الاسكندرية الصحراوي م. والمنطقة اللي هي ناحية الوادي النطرون طب انت عند, عند قناعة حضرتك دلوقتي الدولة اتغيرت وجهة نظرها للناس علشان ما يعملوش ما نعملش عبيط المواطن يعني بمعنى صح بدا بدا تحترمه علشان هو ما يعملش عبيط شوف احمد عتابي واحد من الاعلاميين الجادين اللي فاهم كويس جدا ان هذا الشعب يستحق اعلاما محترما بمعنى ان احنا قلنا نعيش حريه عدالة اجتماعيه نضيف عليها عداله اعلاميه م. يعني ايه عداله اعلاميه من حق المواطن انه يعبر عن رايه في الاعلام إذا عبر الرأي في الإعلام مش هيبقى في مظاهرات في الشارع. يعني أنت لما مم. ترجع للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيقول لك الحفاظ على حقوق الإنسان لخدمة الحكام قبل أن تكون لخدمة الشعوب. ليه؟ لأنك تنبه الحكام أولا بأول أن هناك غضب، احتقان، اعتراض، ثورة قادمة. فينتبه الحكام فيصلحون ما يستطيعون إصلاحه. فانت في الاعلام تستطيع ان انت تعمل ده ان يكون عندك منابر تكلم الناس انا مبسوط ان انتوا جبتوا فلاح هنا في الاستوديو في حلو صنايعي ممتاز سواء ال... ال... لكن انا مش عاوز الاستوديو يبقى الافنديات بس وفهيطلع يتكلم لا انا عاوز خد من الناس والفهل... برضو الاعلام فهلاوي انت لو انت مش فهلاوي الاعلام هو الناس الاعلام هو الشارع ان تنزل الى الناس ان تمشي بين الناس الرسول عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام. والسلام الصحابة يحكون أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا يعني إيه نحتفي أن نمشي حفاة فلما الرسول عليه وسلم يأمر الصحابة أنهم يمشي يمشوا حفاة وهم اللي تبرعوا بكل أموالهم للجيوش وللصدقات وللزكوات وال... والل... لل... للناس في نفس الوقت هو عاوز يقول إيه ردم الفجوة بين مم. النخبة والفقراء مم. بين النخبة والشارع تمام. ف... الاعلام لما ينزل مفهوم العداله الاجتماعيه مره ثانيه الحركة اشرت اليه بشكل او باخر آه. انزل سأل... كلم الناس و... واثاره الموضوع الفهلوه ده هنا معاك النهارده حلو قوي لأنه هو كمان لسه لسه عندنا كلام كتير فيه انا هسالنك بس نخرج الفصل القصير واستكمل الحوار معاك ان شاء الله يقول المثل السائر ويطبق المصريون: من اليوم لن تكون هناك حاجة لاستئجار الرافعات، يكفي أن تستأجر دراجة نارية لأداء المهمة. ليس هذا هو الاستخدام الوحيد، فللدراجة النارية في مصر مآرب أخرى. ويستمر المصريون في الإدهاش. هنا مبحث تطبيقي في اصل الانواع، وهنا طائرة مصرية من حديد الخردة. أما هنا فتتوارى خجلاً هندسة السيارات والفيزياء أمام عبقرية مبدع مصري. وأخيراً فهذه طائفة من الاختراعات المصرية التي يرى شباب مواقع التواصل ضاحكين أنها تمثل خطراً حقيقياً على اليابان. وبعيدا عن روح الفكاهه يثور سؤال بشان ما تملكه هذه الافكار والتطبيقات من قدره على حل المشكلات بطرق غير مسبوقه هل هذا احد مظاهر الفهلوه التي اصبحت تصبغ كل شيء في مصر ام انه ابداع يحتاج الى منظومه بحثيه وتقنيه ترعاه وتبني عليه أمام النماذج اللي شفناها في التقرير ده أجد نفسي مدفوع مباشرة بسؤال أستاذ جمال بشكل واضح وصريح هل ما نراه الآن في هذا التقرير يمكن تسميته فهلوة خلاقة؟ أه يعني من وحي الفوضى الخلاقة؟ ده عبقرية أه أنا بسميه عبقرية أه أنه فعلا يستطيع أنه حياته البسيطة دي يطور أشياء مدهشة ده ممكن. معناه أه أنه عنده القدرة على الإبداع والابتكار فده معناه برضو ان الاجهزه ما بتشوفش شغله مم. يعني اه بيقول لك الاختراعات والابتكارات كنا قبل الثوره مش عارف آه 6000 اختراع ولا آه مسجلين 600 او مم. 670 700 بره دلوقتي آه مسجلين مش عارف 15 او 25 فبيتراجع وده خطر تمام يعني انا عايز يعني ايه تتحول بقى العبقريه دي الى استثمار في العلم والابتكار. م. يعني مثلا احنا فرحانين بالكلام ده. لا المفروض ما نفرحش لما تقوم جايب ده وتقوم جايب جنبه صوره الاختراع اللي عمله الولد الاسرائيلي في في كندا وعرضه في للعلماء هناك في حاجه اسمها ميتا كرونيكس علم جديد الميكانيكا الالكترونيه وراح جايب شفت الطياره بقى الولد قال لك دي جاب عمل طياره بتعمل حاجات مدهشه يعني اللي هو ايه تطير وتبقى موزونه طول الوقت وتنقل حاجات وتحط م. عليها كباية وما تقعش فطور الموضوع الى انه بقى اختراع قابل للتعميم. بس حد ممكن اقول لك استاذ جمال في السياق آه. ده طالما احنا برضو رجعنا له تاني آه. يعني الدوله كفت الناس اكل وشرب آه. عشان تبدا تدور على يعني اختراعات او فكره جديده لتطوير شيء معين. اه تمام هو ده بقى اللي هيجيب فلوس. مم. يعني بالظبط هي اللي هتجيب اكل وشرب مم. وهي اللي هتجيب فلوس لان انت النهارده شوف سيادتك الحديده دي تكلفتها كام؟ هتلاقيها مثلا 10 دولار بكتير انت ازاي بتشتريها بقى بألوفات و3000 و4000 و5000 و6000 عباره عن ايه؟ النو والفكر اللي جواه انا زرت امريكا بتاع كوريا الجنوبيه ووصول وزرت المصانع اللي بتصنع السيارات وأجهزة التلفون والكمبيوتر عبقر قدروا يعملوا لاقتصاد بلدهم نقلة جبارة وادي بنجالور في الهند شغالين برضه حكاية القرية الذكية و... فأنت عاوز رأي الفهلوة دي تنتهي في إن أنت تاخد جيل الشباب الرائع ده اللي عنده أفكار ممتازة وتدخلوا في حضانات الكترونيه حضانات ذكيه وتعمل لهم مشاريع وتعمل لهم شركات وتفتح لهم انت اتفاقات مع العالم يعني النهارده مثلا انت في واشنطن عايز تحجز في جامعه من الجامعات او جامعه بنك انت بتتعامل معاه تبص تلاقي الناس اللي بيتابعوا معاك ناس هنود ناس من ماليزيا ناس صحيح. من افريقيا صحيح خلينا احنا أه لا في البلاد دي اللي انا اقصده ان انت تقدر تعمل زي ما تقول مقاول من الباطن للشركات هم. العالميه فازاي نحول الطاقه الرائعه في القدره على الابتكار والاختراع آه الى يعني مثلا قابلت واحد مصري آه في كندا عامل حاجه جميله جدا بيقول لي ايه هو راجل لطيف قوي وبيحب الفطير المشالت. وبعدين قال لي آه انا هقول لك انا عملت اختراع ايه علاقته بالفطير المشلتت حكالي في البلاد دي في الغرب الاسفلت بينزل عليه مطره فيشقق فهو قال لك لا يبقى العجينه بتاعه الاسفلت فيها مشكله ازاي نعمل عجينه آه لا تجعل الاسفلت يتشقق فهو قاعد يدرس ايه اللي بيحصل فمش لاقي حل يجي, يجي يغيروا انواع العجينه بتاعت مم. الزفت والاسفلت فيش فايده فبيقول لي وانا قاعد عند الفطاطري فلقيته ماسك النشابه من واحد ورايح فيه. جاي على مم. النشابه على حته العجينه فكل ما يمر عليها بالنشابه آه يبقى فيه مسام فانا اكتشفت الحل بتاع الاسفلت بتاع اوروبا وامريكا قلت له ايه هو الحل قال لي النشابه اغير النشابه واعمل دكاكه مم. يعني ايه يدك كل المسام الـ دي, الـ دي الاسفلت ده مم. فما يبقاش فيه مسام م. فدي افكار ذكيه بس تحولت الى براءه اختراع طيب. دولي طيب لانه الو... كده. ال... الوقت بيجري مع حضرتك بسرعه أي. وانا حابب اخد حضرتك لحاجه اوسع تمام هل الفهلوه موجوده بين الدول بعضها وبعض أو طيب. ولا ولا بس دي على مستوى الافراد لا ده انت عارف حضرتك فكره الهيمنه وتضارب المصالح وتقاطع المصالح دي موجوده حتى على مستوى الدول وطبعا وال... فهل الفهلوه ممكن تكون حاضره بين الدول ده 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 ولا السؤال ده ليس له لا بالعكس العرب. ده في ده ده, آه. ده, ده اس الفساد <applause> الفهلوة في الفهلوه <المثل تصفيق> الفهلوه السياسيه <applause> الفهلوه آه. لان الفهلوه السياسيه هو بيقنعك مثلا آه. انه داعش دي صناعه عربيه اسلاميه آه. مستحيل طبعا في توقيت اللي هو صنعها هو فيه. اللي صنعها آه. طيب انه آه القاعده تنظيم القاعده صناعه عربيه اسلاميه فهلوه يعني بيحاول ايه يعني يتذاكى علينا هو, هو اللي اوجد بن لادن اساسا انما بالظبط هو م. اللي اوجده فده نوع من الفهلوة السياسيه التي تمتص دم الشعوب بعد كده انا ما اسميهوش فهلوي بقى م. انا بسميه فهلوي او اسميه دراكولا الفهلاوي بس الدول بتتفاوت عارف دراكولا اللي بيمص دم, دم الشعوب آه. هو ده الدول بتتفاوت في فهلاوتها طبقا لقوتها الاقتصاديه ولا كل واحد على قد شطارته لا حتى الدول الغنية بتمارس برضه فهلاوة برضه آه ليه؟ لأن لها مصالح بس هو عشان كده بقول لك للمرة الثالثة أو الرابعة أو العشرة أو من هنا لغاية يوم القيامة إن المشكلة أنت بتتلقى ده إزاي؟ يعني ال أنا تعمل عبيط تاني؟ لا ما تعملش عبيط هنا بقى ما تعملش عبيط أنه أنت تنتبه مصير شعوب أه أنت في مصير شعوب تنتبه إلى ما يحاك حواليك من مؤامرات وانا كتبت ده في قصيده دراكولا يا ريت حضرتك نسمع منها جزء <applause> لفكره الفهلوه بين الدول او آه. اه اه يعني مثلا انت بتلاقي انه تركيا مثلا ممكن تمارس علينا نوع من الفهلوه برضه ان هو احنا بيتكلم بالاسلام ولا مش عارف ايه عشان هو عنده اهداف ثانيه تمام يا من تشتاقون الى مم. وطن في اسطنبول والى اي هويه لا شيخ هنالك تحت القبة م. لا مكرمة صوفية لا. سرق النخاسون حريم السلطاني ونصف الغلماني وكل الأعلام العثمانية سرق دراكولا أسنان التاريخ الذهبية وضع الباب العالي تحت حصار اللغة اللاتينية وضع التاج على رأس أفندينا ثم تبين أن قد فزنا بالسلطانية الله الله يعني الله <applause> الفكرة أنه بيوهمك انه معاك في مشروعك الاسلامي لكن في نفس الوقت بيغرقك انا في تخيلت مشاكل. للحظة الاولى انه موضوع الفهلاوه والفهلاوي ده مش هيحتاج الوقت ده كله للحديث لكن اعتقد ان احنا بحاجه مره ثانيه نقعد مع حضرتك ثاني ونواصل الحديث فيه من جديد لانه ليه ابعاد كثيره جدا سواء سياسيه او اقتصاديه او اجتماعيه او حتى ثقافيه لانه حضرتك صدمتنا لما قلت انه الفهلاوه كمان على مستوى الثقافه والسياسه يعني هو هو, هو, هو مربط الفرس قولا واحدا تمام احترام قيمه العلم والاتقان الاثنين العلم والعمل والاتقان هتنتهي المشكله ان شاء الله يجمعنا لقاء اخر الله. بحضرتك باذن الله في القريب العاجل شكرا جزيلا شكرا. لك الاستاذ الكبير جمال الشاعر الاديب والاعلامي شكرا جزيلا لك. لك شكرا 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 مشاهدينا بهذا ننهي حلقه الليله غدا ان شاء الله يتجدد اللقاء مع حضراتكم وحلقه جديده مع الناس الى اللقاء